السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات نونا بنت الصعيد. عملت معاكم الفيديو اللي قبل ده خلطة حلوة جدا بديلة للعلف، وان شاء الله باذن الله تكون خلطة موفرة وهتديك ان شاء الله الاوزان اللي انتي بتاخديها من العلف ويمكن كمان افضل، بدون سموم فطرية، حلوة جدا جدا الصراحة، وكمان ارخص 100 مرة من العلف. يلا بينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونبدأ الفيديو. هنعمل سجوة ان شاء الله بإذن الله، هتخلي الطيور بتاعتك شهيتها مفتوحة وترطب على جسم الطيور طول فصل الصيف. بس اول طبعا ما نبدأ الفيديو ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك للقناة لأول مرة يشوف قناتي، يسعدني ويشرفني طبعا ان انتوا تنضموا لعيلتنا الجميلة على اليوتيوب. عندي هنا حاجتين هعمل بيهم ان شاء الله بإذن الله الخلطة او السجوة اللي انا ان شاء الله بإذن الله هديها لطيوري. طب ايه يا حنان؟ ده مغلي الشاي، كان عندي شاي الصبح يعني عاملاه للعيال، واللي اتبقى بجيبه للطيور بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى ان هو بصراحه سحري. في ثواني بس علشان ايه، كنت عايزه اجيب الاستند والله واثبت التليفون على الاستند علشان ايه ما يوجعش مني زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى ان الاسهالات اللي بتكون عند الطيور طول فصل الصيف هيمنعها ان شاء الله باذن الله مغلي الشاي. تمام. طيب، وعندي طبعا النعناع، لو انت حابه تحطي معلقه من النعناع على الشاي وانت بتغليه تمام. بس انا زي ما قلت لكم وصرحتكم كده من اول الفيديو، قلت لكم اني انا الشاي ده كان متبقي يعني من اللي احنا عملناه وشربناه الصبح تمام، لكن لو انا هعمله للطيور كنت هحط النعناع فيه، كنت هحط النعناع فيه واغليهم مع بعض علشان اخد الفوائد اللي في النعناع. طب هي النعناع يا حنان بيعمل ايه؟ النعناع حلو جدا جدا الصراحه في اني بيرطب على جسم الطيور وبيمنع الحراره من جسم الطيور والاحتباس الحراري. حلو 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 من هنا للسنه الجايه. بس هو كده هيتنقع يعني مع الشاي وفي الميه، وكمان هو اصلا الصراحه بودر فاكيد طبعا هيشربوا منه. اهي بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان هو طلعت ريحته، يعني معنى ذلك الحمد لله ان هم هيستفادوا بيه اهو. وحاطه ليهم طبعا الخلطه، بصوا ادي الخلطه هناك وادي الخلطه هنا وادي الميه. عايزه بقى معلومه كده مفيده الفت نظركم ليها طول فصل الصيف، بصراحه انا مش باكل طيوري خالص في النهار، يعني باكلهم من بعد المغرب ورايح او قبل المغرب بشويه بسيطين خالص، يعني دلوقتي خلاص المغرب هيدن وانا بصور معاكم الفيديو دلوقتي المغرب هيدن. هفصل بس التليفون احتراما يعني للاذان، وان شاء الله باذن الله بعد ما الاذان يخلص والمؤذن يخلص هرجع لكم تاني علشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس والله بجد يعني من بعد المغرب ورايح كده بحس اني خلاص الشمس راحت من على السطح وبدا الجو يطرى معايا كده، وبتبدا الصراحه الطيور بتاعتي بتسحب في الاكل وبتسحب في الميه، وده طبعا بيفيدهم. طول النهار بحط ليهم ميه، بس ميه بمثلا ليمون، ميه ببرتقال، ميه بمحلول جفاف، او ميه بنعناع، ميه بدوم، اي مرطب، المهم ان انت ترطبي على الطيور طول الفتره بتاعه النهار. هفصل منكم الفيديو، الله اكبر الله اكبر، لحد ما المغرب يخلص اذان وارجع لكم تاني. ادي بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله البط، وكمان البط المسكوفي، استنى فين هو البط المسكوفي، تقريبا تحت الفرن بيتهيألي يعني. المهم بقى انا دلوقتي حطيت ليهم السجوه دي زي ما قلت لكم بعد المغرب، الصراحه ببدا ان انا احط ليهم الاكل والميه اهو، بس هما كده عشان انا واقفه فبعدوا من الاكل، فانا هقعد كده عشان هما يعني يستوعبوا ان انا خلاص مش هزعجهم ويجوا ويبداوا يقربوا على الاكل والميه اهو. بصوا اول ما لقوني قعد خلاص استنتجوا كده ان انا خلاص مش همشي تاني واعاكسهم ولا يروحوا ولا يجوا. المهم بقى زي ما قلت ليكم بصراحه لما انت بتحطي لهم مرطبات كده في الميه ده طبعا بيخليهم يسحبوا في الاكل وما يحسوش بدرجه الحراره اللي في الصيف دي اللي هي العالية طبعا، او درجة حرارة الجو. فلازم طبعا طول فصل الصيف تشتغلي على المرطبات
خصوصا في النهار، يمكن بالليل لا، بس الصراحة انا بحب ان انا حتى بالليل اشتغل عليهم في المرطبات. ليه بقى؟ لان يعني زي ما قلت لكم انا بحط ليهم الاكل من بعد المغرب رايح، يعني عند الوقت حطيت ليهم الاكل كده زي ما انتم شايفين هم هياكلوه. ممكن اجي على الساعة 1 او الساعة 2 بالليل او الساعة 12 قبل ما انام، يعني قبل ما انام اقوم حاطه لهم اكل تاني ومية تاني جديدة. الصبح بقى لو جيت ممكن يعني لو لقيتهم ناقصين مية احط، انما اكل ما بحطش، يعني انا بكون مديهم الوجبتين من بالليل، سواء كان معايا فراخ تسمين او مثلا فراخ بياضة او بط كده زي ما انتم شايفين. واكتر الصراحة حاجة ما بتحملش الحر ونفسها سخن جدا جدا البط. يمكن الفراخ عادي ممكن تربيها في الصيف وبتكون الصراحة افضل بكتير من تربية الشتاء، وخصوصا بقى الفراخ البلدي البياضة بصراحة تربيتها، وخصوصا بقى لو هي كان لسه من عمر اليوم ربيها في الصيف علشان تنتج ان شاء الله باذن الله معاكي بيض في الشتاء. بس عايزة اقول لكم اي طيور انتاجها بيكون عالي جدا جدا الصراحة في الصيف من البيض، برغم ان انت برضو ممكن تاخدي انتاج حلو في الشتاء، بس لو انت دفيتي الطيور واهتميتي بيهم وشبعتيهم كويس ان شاء الله تاخدي انتاج كويس من البيض في الشتاء. غير كده مش هتلاقي انتاج، وهتلاقي الطيور مناعتها غايره في داهيه، وخصوصا بقى لو الطيور بتاعتك بتبرد منك او المكان بتاعك زي مكاني كده مكشوف. ان شاء الله باذن الله ادعوا لي بس لحد الشتاء، احاول بقدر الامكان ان انا حتى اقفل اوضه واحده بحيث اني انا احبس الطيور فيها في بالليل في الشتاء بالليل، يعني عشان الوضع كده مش هينفع. يعني انا لو معايا مثلا طيور صغيره في الشتاء مش هتتحمل، يمكن البط يكون بيتحمل درجه الحراره المنخفضه في الشتاء، بس اهم حاجه طبعا الطيور اللي هتتحمل درجه الحراره المنخفضه في الشتاء والبرد ان الطيور بتاعتك تكون على الاقل مقفله ريش. غير كده الطيور الصراحه مش بتتحمل درجه الحراره، عايزه ان انت تشبعيها وكمان تدفيها. يعني في الصيف لازم تدفي وتشبعي، وفي الشتاء لازم تدفي وتشبعي، وفي الصيف لازم برضو ان انت تدي مرطبات وتحاولي بقدر الامكان ان يكون في مكان طري ومكان ظل كده تقعدي فيه الطيور وتاكلي برضو وتشبعي وجبتين غير مشبعين في الصيف وجبتين مشبعين في الشتاء. ده للطيور. ممكن تدي 3 وجبات في الشتاء، ده لو الطيور طبعا تسمين، لو انت عايزه مثلا طيورك تكبر معاكي بسرعه، تمام. بس انا صراحه بحب ان كل حاجه كده في الوسط حلو، يعني لما تدي وجبتين مشبعين في الشتاء الطيور ما شاء الله بتبدا طبعا في الاول تبني العظم والهيكل العظمي كده للطائر، وبيبدا طبعا بعدين مرحله الترييش، بتبدا بعد كده مرحله التسمين. لما تاخدي ال3 مراحل دول كل مرحله بمرحلتها بجد الصراحه في الاخر بتاخدي احلى طعم للطيور، لان بتكون اخذت الوقت الكافي للتربيه. انما اني انا الصراحه ادي الطيور بتاعتي حاجه كده فيتامينات كتير ومقويات كتير وادويه كتير وحقن كتير بحيث ان هي مثلا تكبر على ال20 يوم او ال30 يوم على الاقل او ممكن ال40 يوم، بصراحه انا ما بحبش كده. يعني في التاني السلامه جد، يعني في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، عشان تاخدي طيور حلوة وطعمها حلو من غير لا فيتامين ولا أدوية اعتمدي الخلطة اللي أنا قلت ليكم عليها في الفيديو اللي قبل ده، وإن شاء الله بإذن الله تاخدي الطيور حلوة ووزن حلو وإنتاج بيض برضو حلو، وكمان تكبر معاكي في مثلا 90 يوم للبط أو 120 يوم، والفراخ برضو زي كده. بس الصراحة لو أنت معاكي فراخ تسمين سواء كانت ساسو أو بيضة مش هينفع خالص ليهم الخلطة دي، غير لو انت عايزة منهم انتاج بيض. انما لو انت عايزاهم تسمين طبعا لازم علف على الاقل. الفراخ الساسو بعد عمر ال60 يوم ممكن تعملي معاهم الخلطة دي هياكلوها زي الفل، انما الفراخ البيضة مش هتنفع معاهم صراحة الخلطة دي، لان الفراخ البيضة بتكون ماشية كده على سيستم معين وبتدبح على 35 يوم، او ممكن لو فراخك سردة تديها 40 يوم، تمام. لكن لو الفراخ طبعا شفر وحلوة بتاخد معاكي ال30 او ال35 يوم وتتذبح معاكي على اوزان عاليه، بس بتكون بصراحه فيتامينات بقى وعلاف وكده، وبتكون صراحه الزفاره شديده فيها. فاحنا طبعا علشان نتجنب زفاره الطيور وناخد تربيه بيتي سليمه، تعملوا اللي انا بقول لكم عليه، وتجيبي طبعا البط وتشجعي كده، هاتي بط في البيت وهاتي وز وهاتي فراخ بياضه، وما تشتريش اي حاجه من بره. وانا الحمد لله يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اوفر كل حاجه في البيت. والله دلوقتي على قناه المطبخ حتى الجبن بجد برضو بعملها في البيت الحمد لله، وبعمل الزبادي في البيت، وبحاول بقدر الامكان ان انا ما اشتريش حاجه صراحه من بره. بتعملي حاجه صحيه لاولادك وحاجه مضمونه 100%، وكمان بصراحه بتوفري في المصاريف.
يعني انت بتضربي عصفورين بحجر، بتعملي حاجه صحيه ونظيفه ومضمونه لاولادك، وكمان بتوفري في المصاريف. يعني انا لما اعمل نص كيلو جبنه ب 50 جنيه من كيلين لبن، اعمل نص كيلو جبنه، ده الصراحه حلو جدا جدا، احسن من ان انا اروح اشتري علبتين جبنه ب 50 مثلا او ب 40 حتى، او ب 45 تقريبا النص. بس صراحة دي جبنة نباتي ما فيهاش اي لبن خالص، ومش حلوة، مش حلوة خالص يعني. فعشان كده انا بحاول بقدر الامكان ان انا في الفترة اللي فاتت اعمل ليكم كل حاجة في البيت، وكمان ان شاء الله باذن الفترة اللي جاية هنربي اكتر من نوع طير هنا على القناة مع بعضينا، وهنشوف انتاجهم ان شاء الله باذن الله، وهقول ليكم بكل امانة ايه النوع اللي انتي تربيه وتعتمديه عندك في البيت، هتلاقي منه انتاج، وهتلاقي منه مكسب، وممكن ينفع تعمليه مشروع، وايه السلالة الكويسة في البط اللي انتي ممكن تعتمديها برضو وترجدي منها، وان شاء الله باذن الله برضو تطلع منها سلالات تانية. تمام؟ طيب، وكمان هجيب رومي ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية، وهقول لكم برضو ان شاء الله تجربتي معاه بالتفصيل من اول ما اجيبه لحد ان شاء الله عمر الانتاج، عشان برضو نبدأ نربي مع بعضينا الكتاكيت، وازاي تعرفي برضو في الطيور الذكور من النتي. ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هعمل معاكم فيديوهات كتير، وانا صراحة بتجيني اسئلة على القناة دي والقناة التانية، بحاول والله العظيم بقدر الامكان اني انا اوفي كل الاسئلة، سواء كنت برد في الفيديوهات او ارد في الكومنتات. وبصراحة بعتز طبعا بمتابعيني واخواتي اللي بيشاهدوا لي الفيديوهات، سواء كان على القناة دي او على قناة المطبخ، وبحبكم جدا 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 في الله، واتمنى طبعا ان انتم تكونوا بتحبوني كمان وتعزوني زي ما بحبكم وبعزكم. كنت معاكم حنان سيد من يوميات ننا بنت الصعيد، واتمنى طبعا ان انا ما اكونش رغيت معاكم في الفيديو. لحد هنا طبعا الفيديو يكون بتاعنا خلص، ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك للقناة اللي اول مرة يشوف قناتي. مع السلامة يا اخواتي، باي باي.